تهديدات تركية متواصلة تتواعد ميليشيا قسد، تتزامن مع حشودات عسكرية لكلا الطرفين شمال شرق سوريا. ربما يبدأ الهجوم التركي في أي لحظة، وربما لن يبدأ كما جرى سابقا. أطراف عديدة متداخلة في الملف السوري تقف عائقا في كل مرة أمام الرغبة التركية بشن عملية عسكرية برية شمال سوريا. مفاوضات تجري بين ميليشيا قسد والأسد برعاية روسية، وأخرى تجري بين أنقرة وواشنطن وموسكو حول العملية التركية العسكرية دون معرفة نتائج تلك المفاوضات. فهل ستفعلها تركيا هذه المرة وتبدأ الهجوم؟ أم أن واشنطن وموسكو ستعملان على إجهاضها كما حدث سابقا؟ هل سيصل نظام الأسد وروسيا إلى اتفاق مع قسد يقضي بإخراج الأخيرة من مناطق التوتر مع تركيا؟ وهل تخلت واشنطن فعلا عن دعمها لقسد ضد تركيا كما تحدث مظلوم عبدي للعلن؟ أم أن هناك شيئا ما يحاك لتركيا شرق سوريا؟ تساؤلات كثيرة نجيب عليها في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، والذي يأتيكم يوم الخميس الساعة 6 مساء بعد الموجز الإخباري مباشرةً.